الى المفرد باب بكاء الوالدين. لو مش عندك ممكن تقوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه صلى الله وسلم. عليه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه وعن حاضرين ومسلمين آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتاب الأدب المفرد قال رحمه الله عليه: باب بكاء الوالدين. قال حدثنا موسى قال حدثنا بكاء الوالدين لو في دعوة الوالدين مستجابة. نعم. ها؟ باب دعوة الوالدين معاذ بن فضالة. ده إيه ده؟ هو ده اللي قبله؟ هذا الذي باب الذي بعده، باب دعوة الوالدين. باب دعوة الوالدين؟ نعم، معاذ بن فضالة. هذا الذي بعده. نعم. رضي الله عنك. قال البخاري رحمة الله عليه: باب بكاء بكاء الوالدين. نعم. قال باب بكاء الوالدين. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيصلة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما رحمة الله عليهم أجمعين يقول رضي الله عنه: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. هذا ابن عمر يبين لنا يعني مكانة الوالدين في هذا الباب. يقول يعني الحديث ظاهره فيه ايش؟ الحديث فيه ظاهره فيه شيء من كتاب ذلك ما قال: باب بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. باب بكاء هذا في اشكال في ظاهر هنا. وش الاشكال هنا في هذا الحديث؟ حديث ابن عمر وموقوف على ابن عمر بن عرضاه قال يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. يقول من الغبيات لابد من رفعه، لابد من رفعه. يعني هذا في نظر قطر الندى، ليس كذلك. ما شاء الله. همز الحنين ايضا اشارت اشاره صحيحه جدا، قالت شوف هو هنا الاشكال: بكاء الوالدين هو اللي من الكبائر. لذلك همز الحنين اتت بكلام قوي، قال: بكاء الوالدين من العقوق الكبائر، من ابكى والدي فهو عاق ومرتكب كبير. يقول اخوتي الكرام ما قالت همز، شوف كلام متين، قالت: اذا من ابكى، لانه العقوق نفسه لا يكون في كبيره ولا يكون في النار، من ابكى والدي فقد اتى منكرا وهو كبير من الكبائر. يعني من ادى ذلك، شوف الله تعالى يقول: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وبالوالدين احسانا. فهنا قال: فلا فاما بلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريمة. فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، فقط أف. وأف لو أبكيت أباك وأمك بأف وقعت في كبير. فيكون هنا البكاء والتأثير النفسي الذي كان من كلمة أف بلغ بهم الأذى إلى ذلك، عظمت السيئة عند الله تعالى فصارت كبيرة. فمن كان له والدان ولم يدخل فيهما الجنة فهو مغبون. من أبكى والديه فإنه ساقط، ومن أهان والديه بالتسبب نزل منزلة المباشر. فمن أبكى والديه فقد أتى عقوقا وأتى كبيرا من الكبائر. سماه ابن عمر عقوقا وسماه كبيرا، وقد يكون هذا من الغيبيات، ويكون هذا من الاجتهاد بما جاء من الآيات ومن الأحاديث التي حثت على بر الوالدين. نعم. فكان كان كان البر من أفضل الطاعات، وكان العقوق من أسوأ السيئات الطالحات. لذلك قال عمر بن عمر رضي الله عنه: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. ثم قال: باب دعوة الوالدين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. لا حول ولا قوة. ثلاث دعوات مستجابات هو فيه ثلاث مستجابات. الله تعالى قال: الله جل وعلا قال: إن سليم مصروف خام حقا مسافر فالسفر في مكة. قال أن سليم سفر فتحت من العلم، فإذا قضى أحدكم نهمته فليسرع وليعجل إلى أهله. قال: دعوة المسافر ودعوة المظلوم. أما دعوة المظلوم فإياك ثم إياك، لو كان أفسق الفاسقين، لو كان أكفر الكافرين، فإن دعوته عند الله جل وعلا مسموح لها أن تمر غير مغلقة إلى السماء. ولذلك من ظلم و بعين جريئة في الظلم
فإنه ويل له ثم ويل له ثم ويل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ثم قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال اتقي دعوة المظلوم ولو كان فاسقا. وفي رواية في الطبراني بسند صحيح قال اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. إن الله قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الظلم ظلمات يوم القيامة، لذلك حرمه الله جل وعلا، حرمه على نفسي وهو القادر عليه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. والثالثة وهي المقصودة هنا دعوة الوالدين على ولديهما. إما أن نقول على هنا بمعنى لولديهما، وحقيقة الأمر أن دعوة الوالد تستجاب في ولده، أو نقول دعوة الوالدين على ولدهما. وهذه المسألة فيها تفصيل، لأن الله تعالى قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ولذلك مثلا نهى أن يدعو أن تدعو على أنفسكم بشر فتؤمن الملائكة. لكن هذا تخويف، هذا تخويف للعاق، لأنه إن اشتد عقوقه فدعا عليه الوالد والله لا يربح في الدنيا ولا في الآخرة. أقسم برب السماء أنه من لم يبر أباه فإنه على خطر عظيم في الدنيا وفي الآخرة. هناك من تكلم، يعني تكلمت معه قريب لي، يرى بأن أباه مقصر تقصير عالي بالغ وظالم ظلم بين، ما فيعامله بظلمه. قلت جهة منفكة، أدي ما عليك وسلي لها ملك. أبوك أوسط الجنة، أمك قال أمك ثم أمك ثم أمك، ولو رفعت يديها تضيع، والله لا تربح دنيا ولا آخرة. والله هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما ولم يدخل في مجال النار. النار هذا فيه عار وشنار، وفي الآخرة النار خبث وخسة ونزالة، التي كانت سببا في وجودك، التي عاشت دهرا تدعو ربها أن يأخذ من عمرها، تقبيل يد الأم بالدنيا بأسرها، تقبيل يد الأم تجعلك تصل إلى السماء، تلين قلبك وترقق فؤادك وتدرب دمعك وتجعلك أقرب إلى الله جل في علاه. فكيف اليد التي إذا قبلت ارتقت وارتقى صاحبها وعلت درجته عند ربه وارتفعت، ثم بعد ذلك يطرح هذه اليد. فلو بكت الأم ثم رفعت يدها على ابنها وعلى بنتها خسرت الدنيا والآخرة. لذلك قال هذه الدعوة مستجابة، إن دعا عليه استجاب الله جل وعلا فيه. فلا تجرن أبويك على ذلك فإنك الخاسر في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله يستجيب الدعاء ويغضب عليك وتكون قد حشرت إليه يوم القيامة عاقا. والعقوق في النار، العقوق في النار أكبر الكبائر العقوق. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم ويجعلنا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم،
وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.